سي المونجي مجموعة من الأسئلة جاوبني من غير برشا تخمام. شكون أحسن لاعب تونسي تو؟ تو؟ تو أي. شايبيز. علاش؟ يلزم أنا عندي أنا بدري. أنيس بدري. شكون أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ في تاريخ تونس؟ أي. محمد العقل. لاعب في بطولتنا تشوفه قادر ينجح في الاحتراف؟ في أوروبا معناها كي نقولوا احتراف. لاعب شنو؟ يلعب في البطولة التونسية توا. ايه. تشوفه قادر ينجح في أوروبا يا عم مسيرة باهية. حتى حد. ولا واحد. شكون أقرب لاعب ليك؟ أقرب لاعب لي أنا؟ معناتها علاقة عندي معاه. ايه. أنيس بن شويخ. أحسن مدرب تونسي توا. شو نقول لك؟ لعبيدي. فتحي لعبيدي. ايه ولد حملان في خاطره. ولا؟ ونجح. ونجح باهي. ماتش ما تنساهش. ماتش بتاع 3-3. بونتو ما تنساهش. بونتو أنيس بن شويخ ضد الترجي آخر ماتش في البطولة، كورة مشيت مشرولة في كفران 0-0، والإسبرانس لازمها تربحوا الماتش باش تهز البطولة. يماركي لها بونتو، يخرج الجول شو اسمه بتاع الاسبيرانس توا شو اسمه بن شريفيه، معز بن شريفيه الكره مشات بشروله يسخيبها ماشيه اغوش دور في اخر وقت ترجع على اليمين وتتمرك. شكون اقوى جمهور؟ نادي الافريقي. اقرب جمعيه ليك بعد الهمهمه؟ ترجي. علاش؟ لانه عائلتي كلها أنسابي الوسط اللي عايش فيه كله مكشق، عشت في الوسط هذاك. وانت جاي خامس؟ أما راي ماهيش هي الأولى، حملنا في الأولى. أي قلت لك بعد حملنا. أنت جاي خامس قلت زعما شنو يسألني؟ أي كانت هذه لو كويز.